كابتن وليد، هل يجب على كابتن احمد عبد الرؤوف تغيير قناعاته في المباريات القادمه، خاصه وانه خسر بخماسيه في مباراه الاهلي وفي مباراه سيراميك كليوباترا نتيجه فتح الملعب كثيرا؟ عندك رهان من الاثنين. انت القصه فريق صاعد، ميزانيه قليله جدا، كواليتي لعيبه في حدود المتاح. عندي حاجه من اثنين: العب جيم مقفل واحاول الم نقاط ودافع بشكل كبير وانزل تحت كوره ودافع بشكل مستميت عشان الم نقاط، وفي الحاله دي انت مش مضمون الكلام ده، لانك ممكن في الاخر تتغلب 1-0 بالعافيه وتبقى فقدت ولا شخصيه ولا اداء قوي، وفي نفس الوقت بتخسر. والحل الثاني اللي راهن عليه الكابتن احمد عبد الرؤوف مع الاداره، ان انا العب كره حلوه واحاول اعلم الولاد واحاول ابتدي هجمه منتظمه ويبقى شكلي حلو في الدوري، وبقدر الامكان احاول برضو اكسب مباريات. ده اللي عمله بلديه المحله. لكن بتفق معاك 1000000% كابتن تامر، ان في توقيت معين بعد 5-6 مباريات من انا حطيت شخصيتي وبينت الهويه بتاعتي وبينت ان انا مدرب مشروع مدرب كويس قوي وبينت شغلي في الملعب، ابتدي الم نقاط. هنا حته لم النقاط عند البلديه مش احسن حاجه، لانه في الاخر كسبان 3 مباريات، متعادل 4 مباريات، خسران 7 مباريات. حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها النتائج ماشي، مش اوحش حاجه، ممكن الحق نفسي. لكن لو فضلت على كده فتح الجيم على طول وبلعب جيم هجومي على طول، ممكن تدي نتيجه عكسيه. قبل ما اروح للكابتن محمد صلاح ومرسلنا عليه، هل كل مرحله ليها رجالها؟ يعني هل ممكن في مرحله من المراحل معينه اي فريق يحب يستعين بالكابتن احمد عبد الرؤوف هيتغاضى عن هذه الفكره، خاصه وانه محتاج لم نقاط؟ لا، دي فيها ظلم للمدرب. اي مدرب في مصر يعرف يشتغل الحالتين. الكلام ده مع الكابتن تامر مصطفى واضح، مع الكابتن احمد عبد الرؤوف نفسه، مع اي مدرب هو عنده النو هاو ان انا اقدر ليا شخصيه عايز ابين نفسي، عايز ان انا ابين للناس ان انا مدرب بيطلع بالكوره، بلعب بين الخطوط، بعمل جمل واضحه جدا في الملعب. لكن كمان هو يقدر يقفل. خد بالك يا كابتن تامر، يعني سريعا وبعد الماتش نبقى نشوف، اسهل حاجه في الكوره ان انا اعرف ادافع. انا بكلم على رجل مرحله وليس رجل. فاهمك. انا في الاخر تمام. هو يقدر من دلوقتي يقفل ويجمع نقاط ويلعب بطريقه مختلفه عن اللي بيلعب بيه.